لحقاش كنلقى بزاف ديال الاخوان فهمتي تي 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 بحال اللي قلتي كيعطل النجاح على راسو. النجاح راه حدا رجليه وهو كيمشي كيضرب له واحد الدوره طويله عم ريح بقيت غادي جاي غادي جاي. النجاح راه حدا رجليه مي تيمشي يضرب له واحد الدوره طويله. اخوان شحال من واحد تيصيفط ليا ما عنديش البرودوي باش نبدا عرفتي شحال من واحد بلا حساب بلا حساب خويا السيمو باغي نبدا ما عرفتش البرودوي باش نبدا خويا السيمو باغي نبدا وما عنديش البرودوي خويا السيمو الفيلم داير على البرودوي وانا نقول لك كيفاش تبدا لان اصلا في البدايه انت باقي ما عارف والو ما عرف حتى حاجه بحال اللي قلتي شي واحد مشى درس الطب ويلا باقي ما باقي ما باقي ما دخلش للجامعه باقي ما دخلش للجامعه تيقول لها راه باغي راني باغي نفتح وما لقيتش شي واحد نفتح ليه سطات واش انت قريتي اصلا باش انت اصلا خديتي الدكتوراه ديالك واش عاد تفتح لبنادم هاكا تيولا تيجينا هاد الانترنت ماركتينغ والاي كوميرس بزاف ديال الشباب كيجي تيقول لك خويا السيم راه ما لقيتش شي مريض نفتح ليه صعيب انه ما تقلبش على شي مريض تفتح ليه حتى تقرا هو الاول وتفهم عاد ديك الساعات عاد ديك الساعات بحال تدوز شي 16 عاد ديك الساعات يعطوك المريض تفتح ليه انت صاحبي باقي ما ضربتي حتى السنه الاولى ديالك بيان سور الانترنت ماركتينغ باش زوين بسيط ما تضربش السنه تضربي شهر تولي طياره ولكن الا خدمتي بهذ العقليه هذه اللي غادي نقول لك اسمع اصلا شنو غادي نقول لك غادي تمشي ما تحتاج حتى برودوي سمع هاد الهضره هادي وحق الله الا طبقتيها غاتمشي بعيد في حياتك كاملين لا طبقتها والله الا تمشي بعيد فيها ما تحتاج لا برودوي لا حتى لعبه غاتحتاج دولار في النهار حتى ل 5 دولار في النهار الا مشيتي تقرا في شي كول بريفي في المغرب دخلنا عليك شحال بالله شحال تخلص غتخلص واحد 4000 حتى ل 6000 درهم وتقرا في شي كول نقيه مزيانه محترمه لا تخرج منها 5% يخدموا الباقي يتلع هادشي معروف فهمتي انت اللي درت هاد القضيه اللي دار هاد القضيه هادي نضمن ليه 100% غادي ينجح يعني فهمتي الا مشيتي طبقتي هادشي غادي نضمن لك 100% غادي دير شي حاجه في حياتك بدل تمشي بدل هذيك ال 1500 اللي غادي تخلص لشي ايكول شد ديك ال 1500 وخل بقى في ليكول ديالك بقى في ليكول ديالك حتى يبانوا لك النتائج بقى في الخدمات ديالك حتى يبانوا لك النتائج اشوف راه اسوء حاجه هي تقول لخوي القرايه نخوي الخدمه وانت باقي ما داير والو تبقى ما داير والو لان كما كنديروا واحد الحاجه في حياتنا كنديروا الباقي الا كنتي عيان في الخدمه ديالك غتكون عيان حتى في الخدمه هذه غتكون عيان في حياتك كامله بقى وكون مزيان في خدمتك سير كون انت هو الوار السبع اللي كيعطيهم اللاصق اللي كيخدم اللي كيدمر وجي وحط البيستي ديالك وخدم وكون نفس الشخصيه اللي كنتي تما فهمتي يعني هادشي اللي غادي نقول لك انايا غادي تشد 1500 درهم في الشهر غتمشي غتحل ستور حلو في شوبيفاي حلو عندنا في يوكان مرحبا بك حليتي في شوبيفاي غادي تخلص واحد 29 من الاول غتخلص 29 دولار عندنا حنا ما غتخلص حتى ريال غتمشي تبدا تخلص من بعد وغتخلص 2% غتخلص 2% عندنا حنا غتخلص 1% وغتخلص الا كنتي كتخدم مستودعات تخلص 0.5% يعني شنو غادي دير غادي تمشي غادي تشد ديك 1500 درهم تخسرها كامله في الادز هادشي برودوي تخايل هادشي برودوي تخايل انه عندك داك البرودوي ما عندكش تخايل انه عندك قول هاد البرودوي واعر زوين عجبني هزو حطو في السطور بحال اللي عندك راه انت باقي كتقرا صاحبي راه ما غاديش تدوز للبيع راه ما غاديش تدوز تبيع وتشيبي ودير كلشي نهار الاول دقه راك انت هي تلميذ في واحد المدرسه ديال الاي كوميرس اسمع واستاذ الله يرضى عليك الا بغيتي والله الا جيت تمشي بعيد الى اسمي تخيل البرودوي بحال اللي عندك سير لعلي اكسبريس ضرب دوره كدا شوف شي برودوي عجبك مزيان اختار واحد 3 4 5 كاع اختارهم حطهم قلت لهم فيديو فيه قل من دقيقه قلت ليه فيديو فيه ثلاثه ثواني الصوت الاخوان كاين شي مشكل في الصوت الاخوان انا عاود سميتو شوفوا دابا واش كاين شي مشكل في الصوت لا الا ما نقطو الصوت الا كان الصوت مزيان كتبوا 5 على 5 مع بشحال من هادشي كتب الصوت وما غبدل حتى شي حاجه زعما اللي غادي تغير في الصوت تيست الصوت الاخوان الصوت الاخوان شوفوا لنا الله يحفظكم قولوا لنا سميتو ولا غادي نقطعوا كاع هاد اللايف هذا حتى هو جبنا حتى للمرحله الحاسمه
مزيان الحمد لله اخاي ما سمحش فينا هذا الميكروفون هذا في هذا اللحظه الزوينه وسيرتو انا فهمتي فيا الناس وباغي نشرح وباغي نعطي شي معلومات زوينين لاي واحد مشى دارهم اجي يطفر ويدعي معايا فهمتي غنقول لك اشنو غتمشي هادي تشد ديك 1500 درهم تقسمها 50 درهم من النهار 5 دولار انا كندوب 1500 درهم خلونا ندوب الدولار الاخوان غادي تجيك 150 دولار 150 دولار راه اقل من 1500 درهم لان الدولار دابا طايح على 10 درهم نازل على 10 درهم دونك غادي تجيك اكثر المهم تشد 150 دولار 5 دولار في النهار هتشد واحد ثلاثه البرودويات اربعه خمسه من علي اكسبريس تشدهم تحطهم في السطور عندك تبريزونتيهم مزيان قلت لهم البريزونطاسيون مزيان قلت لهم المسائل مزيان هادي طرقتي السطور طرقتي الباج ديال البرودوي مبروك ستيب الاولى سالينا على لك ستيب الثانيه غادي تمشي تقاد فيديو غتقاد فيديو لكل برودوي غتقاد ليه فيديو واحد فيديو 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 الفيديو شنو ننصحك ننصحك تقادو تمشيو ليا السميات فيلمورا وندرشير الا ما تقلتش السميه في المهم فيلمورا كاينه تكتب فيلمورا وندرشير غادي يطلع لك علاش غادي تقادو فيلمورا وندرشير في واحد المزيكات كيجيو فابور الا حطيتيه فيلم ما حطيتيه ما هادشي تشد يقول لك لا هادي كوبي رايت المزيكه اللي استعملتي كوبي رايت هز المزيكه من هادوك كيموتيفيو حطها تما وسير سير دير داك البرودوي جد ليه اللقطات الحاسمه ما تقلش تقول هذا المونتاج تيصلح لك نو شدي اللقطات الحاسمه دير 4 ثواني ولا 3 ثواني ماكسيموم 4 3 شدي اللقطات الحاسمه بحال مثلا اعطيك مثال تاع ماكينه الحلاقه تبدا تبين غير طن طن ما تجيش تبين ملي كيحلها وملي كيجبدها من الباكيه وملي غادي تمشي لليوتيوب غتمشي لليوتيوب وغادي تهز الفيديوهات ديال خوتنا اللي كيشرحوا الماكينه وكيدوي عليها غتهز الفيديوهات ديال خوتنا اللي كيشرحوا الماكينه وتيدو عليها ولا البرودوي كيدو عليه غتاخذ منه من اللقطات الحاسمه غتقاد فيديو ديالك غادي تمشي غادي تطلق به فيسبوك ادز غادي تدوز الفيسبوك ادز هو المرحله الثالثه غتهز داك الفيديو غادي تلاوحو غادي دير الاشهار كيشوفوه الناس كيمشيو الباج ديال البرودوي ديالك وحط 5 دولار حط 5 دولار وسير الناس وخدا عاوتاني طل 5 دولار صافي غادي نقول لك انا من النهار الاول راه مبروك عليك البيع الا زيتي شي برودوي ما عندكش البرودوي دابا هادي الاشكاليه ما عندكش البرودوي ولكن راه ولا كيجيك البيع صافي راه اهم حاجه هي تجيب البيع ملي يجيك البيع غادي تبدل الشخصيه ديالك غادي تكتسب الثقه في النفس وحاجه اخرى نزيدها لك اكثر من البيع اللي غادي دير غتهز التليفون ديالك وغادي تتصل بدوك الناس اللي شراو غتمشي اتصل بهم تقول لها الو السلام عليكم خويا وعليكم السلام طلبتي كذا 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 اييه الله يخليك ممكن تعطيني لادريسا كذا 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 عندنا واحد لوفر الا خديتي جوج كنعطيك واحد فابور صايقطع معاه المكالمه قول له الله يعاونك ما عمر باقي اتصل به ما تصيفط ليه راك ما نصبتيش عليه راه ما صيفطت ليه برودوي ما خلصك ما والو انت راك هجبتي البيع وامن انت راه كاين البيع وتيقتي راه كاين البيع وهنا كتبدا واحد المرحله خطيره دابا المعلم اللي تجرب برودوي جوج وثلاثة وشهر وانت كتقرا الاي كوميرس فعليا باش خليني من دوك لي كور وداكش كتقرا الاي كوميرس فعليا لحقتش انا الدوره اللي غادي ندير غادي يكون فيها هادشي راه ما طبقتيهاش ما دير والو في الحياه راه التطبيق هو اللي كيدير اما تبقى تقرا حتى مليون كور بحال جيتي كتقرا كيفاش تلوح في البحر وتسبح تسبح في البحر هذا راه تقرا مليون كور وبالرب الا ما تلوحتوش ربتي الماء وغرقتي راه ما غاديش تفرو دونك خصك تمشي تخسر الدولار ديالك الاول والثاني والثالث فيسبوك ادز في اعلانات فيسبوك خدم هي لوكال الا كنتي في الجزائر بزاف الاخوان الجزائر متابعيني الا كنتي من الجزائر دير الجزائر خدم على الجزائر كنتي في المغرب خدم على المغرب وتوكل على الله وغادي تشوفوا الاخوان المبيعات غادي تصدم ملي غادي يجوك المبيعات ما يجيكش النعاس وديك الساعه كتبدا الحياه لان الا ما كنتيش كتبيع راك ما غادي دير والو في حياتك ما غادي دير حتى لعبه في حياتك لان البيع الاخوان علاش اللي تيخلي عندي انا الثقه في النفس هو في 2018 بعنا اكثر من 16 مليون دولار كنبقى كنقول انا ومنوره ماشي بوحدي انا منوره مع بزاف الناس مورا ديك الشركه اللي دارت 16 مليون دولار المبيعات هادشي كيبني عندي واحد الثقه في النفس فهمتي كبيره
ديال اي مضافكر كيدوي ولا شي حاجه ولا في الحياه ولا كذا، مثلا قدرت تسلم على شي واحد من جاوكش السلام الا كنتي شخصيه ضعيفه تقول الله ما بقى نسلم على من يا ملي لا يجاوب، فهمتي ديك العاديه دونت جيف ا فاك، كتبنى عندك واحد الثقه. الثقه مناش كتجي؟ كتجي من البيع. الا كنتي ناجح في البيع تولي ناجح في كل شيء في الحياه، كتكون ناجح مع مراتك، كتكون ناجح مع عائلتك، كتكون ناجح مع المجتمع، كتكون ناجح في علاقاتك، كتكون ناجح في النيغوسياسيون ديالك كامله، تكون ناجح اي حاجه. علاش؟ لان ملي كتمشي تدو مع باك تقول له اعطيني الفلوس وتيقول لك لا، راه هي واحد العمليه ديال البيع، انت كتقنعو انه يعطيك الفلوس وهو قال لك لا، هادشي اللي باغي تبيع ليا ديال انا باغي نمشي للبيسين انا ما مسلكنيش ريح الارض، ما قنعتيش يعني، ما بلا ما تبقى تقول وانا ما عنديش مع البيع وما باغيش خدمه فيها البيع، دونك ما تجيش دير الفلوس في الحياه سالينا، خاصك البيع. واش انت كتحلم؟ لا اسمح لي، يقدر تقول لي لا اخو انا ما كنحلمش نجي نكون لاباس عليا، انا باغي نخدم ب 4000 درهم ونريحكم على امي ديما في الدار ونكبر شي وليدات وكذا. اسمح لي اخويا هاد الهضره هادي نساها اللي كنقول لك، وسمح لي على هاد الطفول هذا، ولكن راه الطفول هو انت طالق اللايف ديالي، هاد الهضره هادي ماشي لاي واحد. الا كنتي كتحلم دير الفلوس، تحلم دير الفلوس، كاينه في حاجه وحده، خاص تماستري البيع، خاص تعلم تبيع. الا كنتي كتبيع غادي تمشي مزيان في حياتك، الا كنتي كتبيع غتولي واعر في حياتك، غادي تافونسي في حياتك، غادي تقدم في حياتك، غادي تولي حياتك واعره، وكل ما كتماستري البيع كل ما كتولي مزيان في حياتك. اولا لا انا ما باغيش البيع، راه اي حاجه صاحبي البيع، راه اي حاجه، راه باش تمشي مثلا انا قنعت شكون هذاك خونا مشات ليه النيابه، المهم النيابه الراس الكبيره في النيابه ديال مراكش، اني التقلت من بي تي اس لبي تي اس، كنت كنقرا في بي تي اس في ليسي محمد السادس وانتقلت لبي تي اس في ليسي حسن 2، وممنوعه وقانونيا غير ممكنه، قانونيا نجي نقول لك القانون غير ممكنه في المغرب، ودرتها لاني جلست مع السيد اللي هو اش كيسميوه رئيس النيابه ولا المهم شتي الراس الكبير ديال النيابه ديال مراكش ديال التعليم، جلست معاه قال لي انت مالك؟ قلت له واحد جوج ثلاثه، ها شنو باغي، عندي مشاكل في داك الليسي، هذاك خونا المدير انا راني كنقرا تما 5 سيزيام باك وبريمير اني بي تي اس، وهو الله جاد العام الاول وطرا لي معاه مشكل، انا هو اللي عندي النقطه الاولى في البي تي اس، يعني انا ماشي شي حمار ديال المشاكل، هو اللي الله جا وهو اللي يدير المشاكل داك المدير، وباغي قال لي ما يمكنش، ما فهمتي بكثرت ما اقتنع، يعني خونا اللي كيدوي معايا عنده علاش كيدوي، قال لي غادي نشوفوا كيفاش نديروها، وهزوا لي الدوسي ديالي ورحلوه وداروني بحال اللي قريت حتى العام الاول، قريته في ليسي حسن 2، انا ما قريتش العام الاول في ليسي حسن 2، قريت العام الاول في ليسي محمد السادس. يعني ها صاحبنا حتى هذا راه بيع، راه الا كنتي فاشل راك فاشل، فهمتي تقولش انا ما تنبغيش البيع، راه الا كنتي فاشل في البيع تفشل في حياتك كامله اصاحبي، علاه كنقول لك خاصك تبغي البيع اصاحبي، خاصك تقول لا انا ما باغيش البيع، البيع اصاحبي تبقى تمشي تبيع العباد صاحبنا، راه اي حاجه في الحياه راها بيع، راه باش تقنع مراتك فهمتي، تمشي عند باها وتقنعو تقول لها راه انا هو اللي نصلح لبنتك ويقول لك واخا راها بيع، راه كتقنعو بك نتايا كتقول ليه شوف انا يا شنو كندير شنو خدام شنو كدا 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 باش هو يتامن على بنته، راه انت نهارات ولد بنت وتولد ولد وبنت خصوصا بنت وتبغي تعطيها راه تخاف عليها، راه الانسان كيخاف على بنته، راه كبتو هذيك بغى يعطيها لك، يعني واش تقنعو؟ وهذاك الاقناع في حد ذاته بيع، يعني انا ملي كنكون كندوي على البيع راه ما كندويش لك على بيع برودوي في شوبيفاي، لا راه لا لا الا كنتي كتقول لا انا ما تنحملش البيع، لا خويا علاش نولي كوميرسيال؟ علاه اخونا علاش ما توليش كوميرسيال؟ انا الشخصيه هادي اخا جات بزاف من اني كنت كندور في مراكش كنفرق الفلايرز في الصيف، ما عندي ما ندير فهمتي، ما عندي حتى حاجه في الصيف، راني مريح كاملين في الصيف راكم مريحين التلاميذ، هاد الهضره ديال التلاميذ في الصيف كلشي مريح، عندي 17 عام داك العام الله كنت نكمل 18 سنين في شهر 6 8 نكمل 18 شهر 8 نهار 29 عاد عيد ميلادي انا كمل 18 جالس في مراكش شنو كندير في 17 راه ما عندي ما يدير، تنجي نخدم في الانترنت ماركتينغ في الليل، كنحاول ديك الساعه شويه اي باي شويه ادسن شويه، باقي تالف فهمتي 17 عام باقي تالف، باقي ما فهمتش باقي ما عنديش توجيه ما عنديش شي حاجه، باقي الله مقاتل مع الوقت، ولكن الصباح شنو غادي نجلس ندير، واش غادي نجلس حدا الوالده في الدار نتعاود انا وياها صعبه، راه ما ديك الهضره ماشي افونسي، شنو كنت كندير؟ كنمشي كنفرق الفلايرز واحد الشركه سميتها إذا بقيت عاقل سيو هوستي، كنت كنمشي كنفرق الفلايرز في الزنقة في جامع الفنا، كان تيعجبني جامع الفنا ودوك لي زاجونس دو فواياج لي تما ولي زاجونس دو لوكاسيون دو فواتور، كانوا
النهار الاول نقول لك كنفرق الفلايرز من الدافيه حتى واحد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس واحد الوقيته ولات كديفلوب عندي واحد المهاره كنمد الفلاير سبحان الله اللي كنحس بها انه ودي تجاوب واي واحد كنجبد معاه الهضره يبل الفن وكنبدا شادو بالهضره الهضره 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 وكون في الهضره كندوز ليها الميساجات اللي باغي وكذا وكنت نقول لك قسما بالله الا ليامات الاخرى ديالي والله ما كنت شي نهار كنرجع للشاري كنحط داكشي اللي بقى عندي في الفلايرز وداكشي ونمشي في حالي قسما بالله ما كانش نهار كيدوز بلا كليان قسما بالله ما كانش نهار ما تيدوش بلا كليان كتلقى شي اجونس لوكاسيون دو فواتور بغات تسيل شي اجونس لوكاسيون دو فواتور بغات دير جوجل اد وورد كانت كديروا لها ديك لاجونس كان المهم فهمتي كان ما ولا بد تلقى وهذا الشيء راه ما كانش النهار الاول ولكن الاكثريه ديال الاخوان غادي يمشي يفرق الفلاير غايقول لك واه الا نفرق الفلاير على 20 درهم في النهار صاحبي اشنا هي 20 راه فعلا اشنا هي 20 درهم في النهار ولكن هذه هي مشكلتكم صاحبي كتبقاو تقلبوا على شي وظيفه واعره زوينه ولكن راه ما جيتش تفيدك شي حاجه نقول لك قسما بالله الا داكشي اللي استفدت من تفرق الفلايرز والهضره مع الناس والتجاوب مع الناس وكيفاش تدو مع الناس وكيفاش تقنع الناس داكشي اللي استفدت من تفرق الفلايرز كيسوى الملايين ولكن انت جاي تقول لا اخويا انا باغي شي خدمه في شي مكتبه محترمه نريح يعطوني 50 درهم لا انا ما نقبلش اخويا بخدمه في مكتبه على حقاش شنو غادي ندير نمشي نجيب الكتاب ونعطيه ليه يقول لي واحد السلام خويا عطيني الله يخليك داك الكتاب ها هو الله يخليك ممكن تطبع لي هذه الورقه هذه لا ما نقبلهاش واخا تعطيني 100 درهم ما نقبلهاش واخا تعطيني 100 درهم في النهار ما نقبلهاش اصاحبي غنقبل 20 درهم ونفرق الفلاير لان كنتعلم واحد الحاجه اخرى كنتعلم واحد الحاجه اخرى فهمتي تتعلم شي حاجه يعني حتى ملي تكون كتشوف شي خدمه مابقاش تقول شحال غادي نشد في هاد الخدمه هادي بقى تشوف شحال غادي تشد في ديك الخدمه وشنو غادي تتعلم منها على حق داكشي الا كانوا غادي يعطوك شي حاجه وانت ما كتعلم والو محطينك في مقاطعه عاطينك 4000 5000 درهم في الشهر اش كدير كدير دك 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 اللي جا كطبع عليه اوراقه السطر ما غاديش تعلم شي حاجه راه سيميون نولي كوميرسيال في اي شركه ب 4000 5000 درهم وما نوليش شركه خاصه نولي نفضل نكون كوميرسيال في شركه خاصه ب 4000 5000 درهم في الشهر وما نوليش اخويا في المقاطعه كنقاليزي الوراق ب 4000 5000 درهم ما عرفتش حتى ما عرفتش شحال كيجدوا ما نقبلهاش لان تما غادي نتعلم واحد الحاجه جديده ملي غادي نبقى نوقف على الناس منفترضوا خدمت في شي كوميرسيال ديال شي برودوي في شي اجونس كنوقف كيجيو الناس سلام سيدي صافا بخير واشنو خصك خصاتني هادي كدا كدا واصلا انا نقول لك كاين واحد القضيه ديال تقول للبنادم شنو خصك ما تيتجاوبش معاك كتولي كتقبل الريجيكشن عرفتي شحال من واحد مشيت باغي نمد ليه فلاير ورفضني واش عرفتي شحال من واحد مشيت بغيت نقول ليه خويا هاك هادي تيقول لي لا لا ولا تيشوف فيا واحد الشوفه فهمتي تيدور وجه لجهه اخرى راه هذا الدرس غتخلص عليه الفلوس يا صاحبي الدرس ديال تولي تهاند لي الريجيكشن ديال المجتمع والناس كيرفضوك وكتجيك عاديه ارى من بعد زيد رفضني انت ارى اللي من بعده زيد 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 ها هو شدات مع هذا هاد تعلم بلي ان راه بزاف الناس ما تيهاندليش الريجيكشن في حياته ما قادرش يهاندلي الريجيكشن وهذا الدرس هتعلموا ولا مشيت تفرق الفلاير في الزنقه ما تعلموا لا في المدرسه لا تعلموا في الواقع هتهاندلي الريجيكشن ديال الترفض وهادي ترفض في حياتك هترفض مره وجوج وثلاثه ومليون مره باقا كتسناك ما حدك مطول معانا في هذه الكره الارضيه باقا غادي ترفض في حياتك وخاص تعلم هذا الدرس هذا على حقيقه راه يوميا الى يومنا هذا كنبغيو نديرو دي زافر مع ناس كنقترحوا لهم شي حاجه كنعطيوهم شي كود ديال 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 هاد الثمن هاد الدوفيا هو بشحال تيقول لك لا شنو غادي تنوض دير لا تعصب عادي دوز ولكن في الاول ما كيكونش عادي ما تتكونش عاديه سمح لي ما كتكونش عاديه انا راه النهار الاول جيت تنقول محال واش غدا اجي نرجع صافي فهمت هادشي ما مسلكنيش هادشي فهمتي وبالتمريض في عقلي بالتمريض فهمتي ديك الليله بالتمريض في عقلي شويه ماشي شويه بزاف نكذب عليك لا بالتمريض في عقلي ديك الليله ملي مشيت نفرق الفلاير وبنادم ما تيتجاش فيك من الاخر فهمتي تمشي تبغي تمد لشي خونه تقول لي السلام خويا يقول لك لا خويا يشوف بعدا سميتو لا 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 ما محتاجش واير شوف فهمتي كدوي مع بنادم لان انت ما عارفش وكتحاول تزيد تقنعه هو تيزيد يقمعك وملي كيقمعك انت كتزيد النفسيه ديالك فهمتي تلعب عليك وكتسمح في داك الشيء وهذا راه درس مهم خصك تعلمه تهاند لي الريجيكشن بزاف ديال الدراري ما عندهمش هذه القضيه هذه راه الريجيكشن غادي تمشي مثلا راه بلا ما تجي لها فيها بطال وعار وكتفهم راه تمشي دو مع بنت في الشارع راه علاش كتخاف تمشي دو معاها كتخاف من الريجيكشن
كتخاف من انها تقمعك، اللي كنسميها تقمعك كتخاف منها، ولكن الا قدرتي تهاند لي الريجكشن غتمشي عند الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وهتشد مع رقم 13. والناس ما هادشي يشوفوا ديك الاولى والثانيه، دوك التجارب ديالك الفاشلين راه ما عمر الناس كيشوفوه، الناس كيشوفوا داك النجاح ديالك. ملي غادي يشوفوك مع 13 غادي يقولوا خونا معلم، خونا واعر. نفس القضيه دابا الناس شنو كتوريهم؟ كتوريهم ذا فاكين البارح الفيديو اللي بارطاجيت، اول كونت ديالي في تايلاند بيرسونال اكاونت، ما تندويش على الكونت الشركه، كونت بيرسونال اكاونت مليار ونص. بنادم هادشي اللي شاف اوه ما شافش، صهير تماره تيوانا صداعات المشاكل، تشد الكونتينر جيب لي في جي اي جيب هادي ينعبو دين ام الكونتينر اللي قالت كيزيد في اليامات تما، وصل 22 يوم هو تما، ناري شحال غادي نخلصو عليه، ناري شحال ديال الصداع هادي خاص تقاد لها هاد الورقه اخر تا تريجيكتا غنضيعو فيه، لا هزو حولو شي بلاد اخرى بيعو بنص الثمن وما تخليناش نضيعو. ما شافش هادشي، الناس ما غاديش تشوف هادشي، وبليز دير شي حاجه مزيانه في حياتك.